ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل طائر جميل في حاله كده على طول. طيب احنا اللي بنقعد نغلس عليه هو الكتكوت. ماشي، الكتكوت بقى هنعمله ازاي؟ سهله قوي قوي قوي. اللون الاصفر ده هنجيبه، هنفضل نكور فيه كده خلاص، وهقوم مبططه، وبعد كده هقوم عامل كده كاني بعمله زي البطاطسايه كده، تمام؟ زي ما احنا شايفين اهو. هحطه بعد كده على الازاز ونفضل نفرد فيه كده. افردوا معايا كده، ايوه ايوه بالمنظر ده. وانا بفرد بخليه مثلا ايه، من تحت واسع شويه ومن فوق بيضيق كده معاك خفيف يعني، تمام. هات لي بايديك الصغننين، هنعمل العينين بتاعته، وهنعمل هنا حاجه صغننه مكان المنقار بتاعه خلاص، وبقه صغير، فانا هخليه بيضحك ضحكه خفيفه خالص اهو اهو. يعني انا عايزه حاجه صغننه كده. او اقول لك على حاجه، احنا هنعمل بمنقاره، هعمل حوالين منقاره كده كانه بيضحك ضحكه خفيفه اهو، من هنا ومن هنا. منقاره هنخليه باللون الاورنج، ادي اللون الاورنج. هنعمل زي مثلث صغنن كده، مثلث اهو، مثلث صغير قوي، هقربه لكم وهتشوفوه اهو بالمنظر ده. وهنعمل مكان المنقار بتاعه كده وكده، وهنجيب اللون الابيض، هنعمل كورتين كده جمال بساط خالص اهو. حط لي دي هنا ودي هنا، وهنجيب اللون الاسود عشان نعمل عينه كورتين برضو صغيرين، ونقوم عاملين الحواجب بتاعته بالقلم اللي احنا بنرسم بيه كده وكده. عايز اطلع لكم الكتكوت عشان تشوفوا احنا وصلنا لفين. كتكوت جميل وبسيط وسهل وما عملناش فيه اي حاجه، بقه بيضحك خفيف من تحت، وادي هنا عملنا خطين كده في اللون الاورنج عشان كانه يكون بيضحك، وبالقلم ممكن بقى ايه نعمل الريش بتاعه الجميل الهادي، اقعد اعمل حاجات خفيفه كده هنا خلاص. وخلصنا الكتكوت بتاعنا وعملنا كتكوت حلو قوي وشكله جميل، اتمنى يكون عجبكم، ومستني منكم الحاجات الحلوه اللي هتعملوها لنا وتبعتوها لنا على صفحتنا على الفيسبوك عشان ننزلها لكم على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. باي باي يا حبايبي، يا اجمل فنانين في العالم. باي باي.